الحمد لله على السلامة يا روح ماما. اهلا يا ماما، منورة الدنيا. بس اوعي تكوني جاية علشان اللي ابنك عايز يهببه النهاردة بالليل. لا انا جايلك في حاجة اهم من كده بكتير. ايه ممكن يكون اهم من ان اكرم عايز يتجوز واحدة سوابق من الشارع؟ وطبعا انتي مش عايزة تزعليه، وجايلي دلوقتي عشان تقوليلي ان انتي موافقة على الجوازة. انتي خلاص بقيتي ماشية بتطبطبي على الناس كلها ومش عايزة تضايقي حد. انا مش فاهمة ايه اللي جرالك. جميلة أنا بجد تعبانة، مش ناقصاكي عشان خاطري. تعبانة من ايه بالظبط؟ مش موضوع الفيديو ده خلاص خلصنا منه؟ مش الست طلعت وبرأتك وقالت ان انتي ما تعرفيهوش، وجوز بنتك اكد على البراءة دي وعمل فيديو خايب في مكتب بابا؟ في ايه تاني؟ جوز بنتي خايب وحرامي وحقير، ها في حاجة تانية جميلة؟ فعلا؟ من امتى الكلام ده؟ يعني اصل انتي عمرك ما قلتي عليه كده لما اتهم بنتك بالتزوير، ولا لما راح رفع عليا قضية عشان الميراث، وعمل ايه تاني؟ نسيت، كان عايز يمضيني غصب عني، وسرق بنتك آية وخد اللي وراها واللي قدامها، وفوق ده كله كمان راح حرق عربية جوزي. ما كانش ليه بقى كده ساعتها؟ لا كان كده، انا اللي ما كنتش واخده بالي لغايه بقى موضوع الراجل اللي جالك هنا ده وقالك ان هو ابوك. يعني ايوه، ماله الراجل ده؟ يعني شكك كان في محله، طلع فعلا شريف هو اللي زقه. تصوري بقى كمان انه جالي المدرسه. جاي لحد عندك انتي ليه؟ وهو بجحته يعني جاي يقول لك انتي ايه؟ جاي يقول لك مثلا ان انتي مراته؟ لا اصلا هو لو ابويا تبقى انتي مراته، صح ولا انا غلطانه؟ ده ممكن يقول كمان اكتر من كده، بس انا بقى لا رضيت اقابله ولا اسمعه لغايه ما اعرف مين اللي زقه علينا. خليت حد من الامن عندي يمشي وراه. اتفاجئت لما جه قال لي انه شافه طالع عند شريف، قلت لا ما بديهاش، لازم انا اللي اجي لك بسرعه عشان اقول لك يا جميله كل كلامك طلع صح. طب كويس، الحمد لله انك اخيرا اقتنعتي ان انا كلامي صح. اصل طول الوقت كنت ايه جميلة، انت فاهمة الامور غلط. شريف، هو شريف يقدر يرفع عينه في عيني ولا يبق معايا؟ ده جالي وقعد يعيط لي بالدموع ويتأسف لي عشان اسامحه. تشربي ايه؟ على فكرة يا جميلة انت مش فاهماني يا حبيبتي، انا عملت كده مخصوص مش عشانه هو، لكن عشان خاطر اختك، افهميني. طبعا عشان كده خليتيه يرجع لها الحاجات اللي هو واخدها منها. ماما دي كانت مسؤوليتك على فكرة، وأنا مش ناسية، أنا سايباكي معاه لحد ما تجيبي آخرك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.